لذلك كانت هناك الأخبار شحيحة. في 2021 بدأ ينقطع عن الظهور على الشاشة، يعني عندما نلتقي يكون الظهور قليلا، لأنه يعرف أنني أتعامل مع الإبداعات الإيحائية للأشخاص، يعني كمتحري ومتمرس أتعامل مع الإيحاءات خصوصا، وأنني أتعامل بعلوم التشريح نظرا للإكراهات العملية في الإنسان. كنقدر نعرفوا كيف عمل غير من الإيحاءات ديال الوجه ديالو، كان يتجنب ذلك. ونظرا لأنه كان نبيها حتى ولو ظهر كان يختار الإطار التصويري ليلقيه إليه، يعني حتى ذاك لو كادر اللي تبارك الله انتم متمرسين فيه حتى هو كان يقلب على لو كادر كيفاش يتصل بالاب ديالو. قلت ربما ظروف الشبان هناك والحرية التي بدأ يجدها بالجامعة والالتقاء مع الطلبة الدوليين والمغاربة هناك والأصدقاء، لأنه له أصدقاء، كون منظومة من الأصدقاء الأوكرانيين، لا أقول الأصدقاء الذين بالصور مع الأسف بحسابه الفيسبوكي الذي تم السطو أو السلب، وأقول السلب هو الأخذ بالقوة، السلب لحنه السري الكود ديالو ديال الفيسبوك تسلب منه وتلاعب بحسابه بكل راحة، وهذا لاحظته ما بعد شهر أبريل، يعني تلاعبوا بالصور التي فيها عدد من الشبان وقالوا بأنه على اليسار هذه صورته ليست صورته، هذه صورة شاب آخر وليست صورته، ولا توجد صورة بين الذين يحسبون على كما نقول على عبادة الشيطان أو ما جاور ذلك. يعني في 2021 أخته بالخارج في فنلندا كانت كنت ألاحظ أنها تتجنب قول شيئا ما، وحاولت إقناعها أن تكون أكثر أريحية في الكلام معي ولا تختار الكلمات، تتكلم مع الأب بعفوية. ثم حاولت إدخال الأم في الأمر، لأن الأم تكون قريبة من بنتها أكثر مني وربما تكون هناك أشياء لا تريد، لكن أكدت أن الأمر يتعلق بشيء خارج عن الإطار الأنثوي. لذلك قامت بالفضفضة وتكلم معي بكل شيء، وقالت لي أن إبراهيم له ميول، بدأت له ميول عسكرية. اتصلت به فأنكر، قلت لها أنت تلبس هذه واش هل لك ميولا عسكريا؟ فأنكر ذلك وقال أنا أحب ذلك منذ صغري وأنت تعرف هذا وكذا وكذا وكذا. لم أعرف بتاتا، وهذه نصيحة للآباء والتمثيلية الدبلوماسية لكي يقوموا بواجباتهم على أحسن، نحن لا نطعن بواجباتهم لكن نزيد حبة أو حبتين على ذلك. لم أعرف أنه أمضى العقد مع القوات الأوكرانية الرسمية، ليس الذي أريد أن أقوله أنه أمضى العقد، ليس يظهر إبراهيم بصحة جيدة بصحة جيدة ويظهر فيه مترجما بالفرنسية وهو يتقن الروسية، لكنه طلب أن يكون هناك مترجما حتى يقوم
التعاطي مع بعض الكلمات ربما التقنية العسكرية باللغة الروسية. وكان حاضرا معه مشكورا كذلك المحامي السيد إيغور فاجين إيغور، المحامي الأول الذي كان في أول الأمر. هذا الفيديو يبقى مرجعا لي أنا شخصيا ولكل من يتعامل مع الأشخاص الذين يظهرون ثم يغيبون ثم يظهرون، حيث آخر ظهوري هو بالمحكمة التي حكمت عليه بالإعدام. في الفيديو الأول، في الفيديو الأول للتحري كانت صحته جيدة جدا، وتظهر أن المعاملة كانت جيدة كذلك. لكن مع الأسف في الظهور الأخير كانت صحته متدهورة، كانت تظهر عليه علامات عدم النوم، لا أقول الحرمان من النوم، لكن الظروف التي يكون فيها الإنسان كيفما كانت قوته وكيفما كانت تحدي وتحمله النفسي بالطبع سيتأثر في نومه ويفكر بأنه في مكان المجهول وما بعد ذاك المجهول. شخصية إبراهيم سعدون، إبراهيم سعدون لم يضرب قط، وأقولها دائما وأوصي بها الآباء، لم يضرب قط طيلة حياتي. كان يربى بطريقة الإقناع، يعني طريقة أن تقنعه بالشيء، وإذا لم تقنعه بالشيء يظهر أنه إذا ضربت ستسكب الماء في الرمال. لذلك تربى قويا، وأنا بدوري والإخوان الذين يعرفونني في الدرك الملكي كنت كذلك أعتبر نفسي قويا. يعني عندما تكون هناك أفكار وتدرس بالاتجاه الغير صحيح أناقشها، وإذا ضغط علي أتراجع إلى الوراء، وخصوصا في مجال الشرطة القضائية الذي أعتبره وأوصي بذلك للشرطة والدرك أن رئيسك المباشر هو السيد الوكيل العام والوكيل للملك، أما إدارتك فتبقى عسكرية أو إدارية بعيدة على الأمر. لذلك تعلم ذلك، وكان يسترق السمع للهواتف، كان ابن العسكري ابن الدركي مثلا أو زوجته، خصوصا زوجته تتعرض لواحد البحث ميداني عليها لأنها ستدخل نظاما ستسمع فيه أي شيء وتعرف وتستر ولا بد أن تتميز بلبس السرية. كان يسترق السمع، يظهر يستمع كيف أتكلم مع جميع من يتكلم معي في الميدان، وشخصيته كانت تتبلور وهو يصبر هكذا. هو لا يخاف من الموت، بتكونوا واقفين يقولون أنه يضحك وكذا وكذا، هو لا يخاف من الموت. أعطيكم مثال، ذات يوم كنت أجهز مظلتي في سطح المنزل ولم أوصي أمه أن تنكر علي أنني أستعد للذهاب للرياضة التي أحبها وهي القفز من المظلات. فلم تنكر ذلك لأنها نسيت، وصعد رأى أن هناك محتوياتي بالمنزل فعرف أنني هناك، فصعد إلى السطح ووجدني أهيئ المظلة، فقال لي بأنه يريد أن يذهب معي. هل كان سن ترى؟ السن كانت عنده 15 سنة. قلت له التعامل أكثر مع الشيء، يعني التعامل مع التنقل أكثر مثل اللوتوروت، أو التعامل يعني كسمي ولا نافذ، أو التعامل مع رياضة مثل هذه، بكثرة التعامل تدخلك في رقمين، يعني بورسنتاج اللي هو يقدر
يأثر بك على حياتك. الموت مثلا، لأن هناك ميضة الله تعرفون أنها تحمل شخصين. فقال لي بالحرف الواحد انظر، أقولها بالدارجة ليشوفها بابا، وأنا أنا علمته وأوصي بذلك ألا يقول شوف الوالد. هذه كلمة الوالد كنعتبروا احنا ناقصة في العائلة، يقول بابا أو أبي أو ليشوف الوالد. اللهم نمشي نموت واقف ربما معاك، ولا يضربني تريبورتور فوق التروطوار وما عندوش البلاكة، وحتى اللي قتلني غيكون مجهول. يعني ضحكت قليلا وقمت بالذهاب به يوم كان يوم سبت. يعني باش تعرفوا الشخصية ديالو، هو لا يخاف، يؤمن بالقدر، يؤمن بالواقع. أعتقد أنه يفكر جيدا بأنه في واقع هو رسمه بحد ذاته. يعني لو كانت له الحرية لقول ذلك لقال بأنني، وقال مثلا في التصريح الأخير بأنني فعلت ما أريد، أريد أن يرسل رسالة بأنني أتحمل مسؤولياتي لأنني خرجت على التغريد من سر العائلة. وصلنا للمحكمة، قلنا يظهر عليه بعض العياء. المحكمة نطق فيها أينما كانت في العالم، هي تعتبر محاكم مستقلة ومنها المحاكم المغربية، نحترم تلك المحكمة. الآن تم تعيين محامية السيدة إلينا من طرف المحكمة. نحن بصدد عبر هيئات حقوقية مشهورة، وقد خرجت تلك الهيئات، ومنها الهيئة السي عزيز غالي مشكورا، وقد شرح لكم كثيرا من المعطيات. وهناك هيئات خارج المغرب تتدخل للدفع بمرونة أكثر بتلك المحكمة بدونيتسك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.